عايز افكرك بقى بالجيل وقتكم في الانديه الثانيه، علاقتكم بقى الاهلي والزمالك والاسماعيلي في الاتحاد، العلاقه الطيبه اللي كانت بتجمع بين اللعيبه كلها وقتها. هو الدوري بيجمعنا يعني الدوري بيجمعنا بالاضافه لاذا كان انت في المنتخب بياخدوا خيره اللعيبه من الانديه احسن اللعيبه، فبيبقى في الفه بيننا اكتر. بقابل مصطفى رياض الشاذلي، بقابل الفناجيلي، بقابل طه اسماعيل، بقابل يعني مين اللي كان صاحبك على طول في تواصل كنت فاروق؟ بص انا كان في المنتخب معاك دايما يا كابتن يا كان حسين، راجل ما يتكررش ما يتكررش، راجل بمعنى الكلمه يعني ما يعني شوف الراجل بقى مقوماته ايه يا كان. فده كان اقرب واحد ليا. اما الصداقات والحاجات في كتير، مصطفى رياض حبيبي، شاذلي حبيبي، ابو جريشة، اسماعيل ولا طه بصري، كابتن صالح سليم في الاهلي، من اسكندريه من هنا عندنا بقى الشهيري، شحتة والبابلي جميع، وبوبو علي الكيلاني. كانت ايام حلوه وجميله او كانت العالم شويه واللعبه بيهتموا بيها وكل اللي طالعين هي طبعا كان في فرق بعيد ما بين ان احنا نقارن ما بيننا وما بين دلوقتي ده هيبقى مقارنه فيها ظلم.